لازم أزرع غير طرق المحاور الرئيسية. النسب الناس في الطرق النهارده بتتكلم في حدود 70% بنفذ خد الطاقة الرقم الأولانية. يمكن احنا عاملين فرمله شويه على الطاقات السطحيه عشان الحركه بتاعت وحدات التشييد والبناء والعربيات ما تبدلش طاقه سطحيه بقدر الاستطاعه دلوقتي. البنيه التحتيه كلها بنيه تحتيه ذكيه سواء شبكات الميه او جهاز شرطه او الصرف الصحي او شبكات الري او شبكات الاتصالات او شبكه الغاز. الغاز النهارده موجود بل في اماكن النهارده شغاله بالغاز. اتكلمنا على الاتصالات كلها فايبر كلها تغطيه بالشبكه الانترنت كلها نظام خدمات ذكيه. في الاخر العاصمه الاداريه هتبقى مدينه ذكيه كل شيء فيها مراقب كل شيء فيها مسجل كل الخدمات فيها هتمدى عن طريق النت او الموبايل سواء على فاتوره الميه او فاتوره الكهرباء او فاتوره الغاز او التلفزيون نفسه حضرتك مش محتاج ديش تركبه او ريسيفر في شقتك. بتخطط او بتنفذ بين مبنى حاجه اسمها التريبل سي اللي هو المبنى السيطره الامني حاجه اسمها السي او سي مبنى الاداره والتشغيل دول على احدث مستوى العالم. كل الامور ماشيه الحمد لله يمكن تفوق معركه التخطيط نتيجه توجيهات سياده الرئيس الجمهوريه والله اعلم احنا عندنا الوقت نجري نشتغل ثلاث وعيات في اليوم يمكن قد يكون رساله الحضور الدائم لبعض الشركات اللي شغاله على التعليمات في الموقع يقدر اقول ان في تقريبا فوق ال 400 شركه شغالين في الموقع فوق النص مليون عامل شغالين في الموقع بيشتغل 24 ساعة. بختم كلامي بآخر حاجة بتنفذ وهو الحي المبني. بتنفذ مباني أو منشآت 34 وزارة ومجلس الوزراء ومجلس النواب مبنى الرقابة الإدارية الكاتدرائية طبعا يمكن سيادة الرئيس كان وعد في 7 يناير 2017 إن احنا إن شاء الله هنصلي يناير الجاي في الكاتدرائية والحمد لله قدرنا ان احنا ننفذ وعد سياده الرئيس واخواننا المسيحيين واشقائنا صلوا العيد اللي فات.